خلينا نتكلم في الفقرة دي عن يعني الحمد لله فوز جديد بيضاف للموسم الجديد للأهلي، ونتكلم عن ثلاثية مقابل هدف أمام الإسماعيلي ومنافسات الدوري، ومباراة كانت رائعة جدا، وهنتكلم أكيد عن التفاصيل المختلفة وعن التحديات كمان القادمة. بس خليني أرحب في البداية بضيفي العزيز جدا الأستاذ محمود صبري الناقد الرياضي. صباح الهنا يا أستاذ محمود. صباح الفل عليك. أهلا بيك، سعيدة جدا وجود حضرتك بجد معانا الفقرة دي. وأنا عارفة أن حضرتك بتحب الصراحة وتحليلاتك دايما ما فيهاش مجاملات. انا هبدا معاك ومش هقول لك رؤيتك للماتش بالامس، انا هقول لحضرتك احنا ليه ما احرزناش اكتر من 3 اهداف. شفت بقى؟ طبعا الاهلي لعب مباراه كبيره امام يعني منافس له كل الاحترام النادي الاسماعيلي، والاهلي دايما مباريات اخذت طابع الديربي في السنوات الاخيره، يعني مباريات مثيرة. هي دي المباريات اللي بتبقى نتيجها اللي انت بتشوف ارتفاع المستوى الفني. من فترة كبيرة جدا ما شفناش الاسماعيلي بيلعب بالاداء ده قدام النادي الاهلي. ممكن يكون يعني النادي الاهلي يعني مش عاوز اقول ادى الفرصة، لكن في بعض الهفوات والاخطاء وجملة من التقصير من جانب بعض اللاعبين، لكن المحصلة النتيجة 3-1 كان ممكن تكون النتيجة اكبر من كده، وكان في فرصة انك انت تعملي اكتر من كده، خاصة انه التغييرات اللي بيعملها كولر في الفترة الاخيرة انا شايف فيها رؤية، خاصة انه بيبدا بينزل ناشئ يديله الخبره، وده شيء مهم جدا لما تكون كسبان وفرقه مالكه الملعب ومسيطره، بتدي فرصه انك انت بتدي ناس خبرات تجهزها. صحيح. لموسم مرهق، موسم متعب اللي جاي، موسم صعب جدا على الجميع وخاصه على الاهلي، يغلق ملف الدوري المحلي النهارده، فبقى عندك بقى راحه 5 ايام، بعد كده الاستعداد بقى للمواجهات الناريه والصعبه في يعني اولها في تنزانيا امام ملعب سيمتلئ عن اخره بجماهير، امام جماهير نادي سيبا التنزاني.